بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا ومرحبا بكم في درس جديد وفزوره من دروس لغه العربي. الدرس ده عباره عن فزوره، ويعني هو بيقول لنا من انا. هنعرف معلومات عن حاجه وفي الاخر هنقعد نفكر هي ايه الحاجه دي. يلا بينا نشوف ايه هي المعلومات. الدرس بيقول لنا من انا. انا اضخم الحيوانات، اعيش في الغابه، اكل العشب، أحب الصغار والكبار، ألعب مع الأطفال، رأسي كبير، ذيلي قصير. هل عرفتم من أنا؟ الفزورة بتقول لنا إيه؟ أنا أضخم الحيوانات، يعني هو حيوان كبير وضخم ومفيش حيوان أضخم منه، وبيعيش في الغابة وبياكل عشب يعني مبياكلش لحمة، وبيحب الصغار والكبار الصغيرين والكبار، وبيلعب مع أطفال برضه، وبس راسه كبيرة وديله قصير. يا ترى ايه هو الحيوان؟ اكيد انتوا عرفتوا ان هو الفيل. الحيوان اللي هنا هو الفيل. انا برضه عرفت كذا زيكم يا شاطرين. طيب هنا نشوف المعلومات اللي جت لنا عن الفيل. كان بيقول لنا ايه؟ ان هو اضخم الحيوانات، يعني مش حيوان اضخم منه، يعني كبير جدا، وبيعيش في الغابه، وبياكل العشب، ما يعني بياكلش لحمه، بياكل عشب بس اللي هو زي برسيم وحاجات كده، وراسه كبيره وديله قصير خالص. نشوف الاسئله ونوصل مع بعض الكلمات دي بكلماتها المناسبه. نقرا حاجات الصف الاولاني. بيقول لنا الفيل راسه، الفيل ذيله، الفيل ياكل. والصف الثاني عندنا قصير، العشب، كبير. عايزين نوصل، نقرا مع بعض نشوف اللي ينفع. الفيل رأسه قصير، لا ما تنفعش. طب العشب، لا برضه ما تنفعش. طب الفيل رأسه كبير، هي دي بس اللي تنفع، فعشان كان وصلها بيها شاطرين يا اصحابي. طيب نشوف الكلمة التانية اللي بعديها. بيقول لنا الفيل ذيله قصير ولا العشب؟ الفيل ذيله العشب؟ لا ما تنفعش، يبقى الفيل ذيله قصير، يعني وصلها بيها. الفيل يأكل، مش باقي ايه غير العشب، فأكيد تبقى هي. فالفيل يأكل العشب هو ده الصح زي ما عرفنا في درسنا. يلا بينا نشوف الواجب اللي انا هديهولكم عشان تحلوا وتعرفوا استفدتوا ولا لا. بيقول لنا اختر الاجابه الصحيحه. الفيل ياكل العشب ولا لحوم؟ احنا لسه قايلين. طب الفيل بيعيش في المنزل ولا الغابه؟ احنا لسه برضه عارفين. الفيل حيوان كبير ولا صغير؟ طيب انتوا اكيد شاطرين وهتعرفوا. ودلوقتي خلصنا الدرس ومعنا فهم تعلم ببساطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.